أولادي موجودين عندي في البيت، ومن مشاكل الزراعة ومخسر الزراعة بيشتغلوا معي في المزرعة لأني مش قادر أعلمهم في الجامعات. هات في عندي ابن اسمه محمد كان حاب يتعلم لغة إنجليزية، تخصص لغة إنجليزية، يعني مش مرتاح نفسياً لأنه من حقه أنه هو يتعلم ويأخذ اللي بده إياه بالتعليم في الحياة، ومش قادر أوفر له هاي الشغلة. رشد حبيب، سكان الجفتلك، عضو مجلس. عندي أرض تقريبا 200 دلم. أنا حاليا بنقلة المي أو شح المياه قاعد بزرع 40 دلم. لمجال الحياة أو للرزق مش مليها. صار لي 4 سنوات قاعد بعمل بوراق عشان آخذ تأهيل للبير أو تنظيف للبير، ولحد الآن بيجيني الرد. إذا أنا بيعطوني إذن أنظف البير أو أضبط البير أهله ثاني مرة، طبعا بقدر أزرع وأزيد مساحة الزراعة عندي. وهاي كلها تهدف إنه للتهجير الغير مباشر. اللي أنا يعني أزهق من الأرض أو إنه ما كملش فيها شغل وأطلع من هنا إقبالي مستعمرة أو مستوطنة، إلى أنه كل الظروف متهيئة له، إنه طريق في المزرعة، إلى أنه مزرعته عنده مي مش طبيعية، وأنا عندي القدرة عطشانة أو ذبلانة من شح المياه. أنا ما بتمنى لأولادي يكونوا مزارعين، بتمنى لأولادي إنهم يدرسوا ويكملوا تعليمهم في الحياة وفي كل شيء.